في الدقائق الأربع في الربع الساعة الأخيرة لا يربي طموحة الفريقين، ولكن الشرقي عاد إلى المباراة بهدف التعادل عن طريق سامي الحسيني. سريعة عرقلت أليكس البرازيلي للرفاع الشرقي عن طريق اللاعب سامي الحسيني في الدقيقة 24 عن طريق أليكس البرازيلي، والرفاع الشرقي هدف عن طريق سامي الحسيني. الشوط الأول ينتهي أعزائي المشاهدين. نعود إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل عيسى الشريدة والكباتن طلال حسن والكابتن صلاح حبيب عبر قناة البحرين الرياضية في الاستوديو التحليلي. فإلى هناك، شكرا للزميل عن طريق اللاعب السابق لفريق الحالة سلطان ثاني الذي طرد وثم عاد لفريق الرفاع الشرقي النتيجة عن طريق سامي الحسيني. تكلمنا ابو احمد ذكر بان سلطان لاعب مندفع، وهذه اول ما شاهدناه في بدايه الشوط الاول من خلال اول 58 ثانية. نعم، والهدفيه في الدقيقه الثانيه. نتكلم عن تقدم اول شيء فريق الحاله، يعني شاهدنا تقدم فريق الحاله بالدقائق الاولى محسوب هذه، لان من بدايه المباراه بخطا دفاعي راحت الكره وراهم، ما عرفوا شلون يتعاملون مع الان. يعني لو انا محل مدافع لو يسجل عليك جول عادي فرص بخليه كاء من اللاعب. تعامل الشرقي فيما بعد، وان كنت انا شخصيا كنت ارى ان التبديلات تكون على عكس كذي من داخل الملعب، لكن تغيير المدرب بغراءته هو، انا شفت انه طوال الشوط الاول الشرقي هو اللي ماسك الكره، لو فيه عندنا نسبة استحواذ يمكن الشرقي مستحوذ أكثر، وهو اللي يوصل لمرمى الحالة أكثر. طبيعي أن الحالة يحصل هجمات مرتدة ويحصل هجمات خطرة من خلال النقص اللي في الشرقي، لكن مجمل الشوط الأول الشرقي هو أفضل من الحالة. نعم أبو أحمد، يعني توقعك ممكن كان سليم من ناحية اللاعب سلطان ثاني واندفاعه في أول دقيقة بين هالشيء من خلال يمكن ارتكابه للخطأ وعلى إثره يعني طرد من أرضية الملعب. نتكلم عن استغلال فريق الحالة في بداية المباراة لهذا الخطأ وتسجيله للهدف. ما مر في باله قبل المباراة سيناريو انه يكون نادي الرفاع الشرقي مطرود عنده لاعب، وبالنتيجه وعودة اللاعبين لغرف الملابس، اعتقد انه في شوط المدربين بيكون مدرب الشرقي اريح من مدرب الحالة، بما ان فريقي انا ناقص وقدر يوصلني للتعادل وقادر يوصل للمرمى الحالي. كابتن صديق زويد الحين الحمل بيكون عليه هو، حساس انه يبي يسجل هدف. انت بتاخذ الكرات بتلعب المرتده، اخطاء يعني الحاله ثلاث نقاط اساسيه عندهم: تباعد في الخطوط، عدم التمرير الصحيح، وبالاضافه الى يعني لاحظنا نقطه مهمه، ما في انسجام بين اللاعبين، تحس ان اول مره يلعبون مع بعض. فاعتقد انه ما في كان في قراءه في الشوط الاول، اعتقد ان الحاله يعني اذا لخصنا الشوط الاول الشرقي كان افضل ادائه رغم الطرد، رجع في المباراه سجل هدف تعادل، خساره لاعب مهم ناصر سعود، استقاله كان لاعب مهم كان ممكن يشكل يعني اضافه ويشكل خطوره. طالع طريقه دوران مدرب الشرقي اليوم، خذ عبد الله يوسف من وسط الملعب وداه فورورد، خذ الفورورد طلعه في الطرف اليمين، نزل مدافع، يعني لعب طريقه 4-4 يعني في شغل يعني في الحالة، يعني مع احترامي للكابتن صديق. نتكلم عن اجراء التبديل بعد طرد وجود لاعب عيان في خط الخلف، هل كان خيار سليم بالنسبه للمدرب؟ انا من وجهه نظري انه كان جواو يكون في الدفاع محل لاعب المطرود، وعبد الله يوسف ينزل في نص الملعب وتمشي اللعبه بهذه الطريقه، لان انت تبي تستفيد من مهاجم مثل انت كنت مغلوب في ذي الوقت. فانت تبي الاكثريه اللي فيهم المميزات الهجوميه. ناصر سعود بسرعته وبتحركاته قادر انه هو يتجاوز المدافع، قادر انه ينطلق من خلف المدافعين، وعندك الكور اللي بتلعب، لان انت بتجيب عبد الله يوسف بتلعبه في النص اللي هو مركزه الاساسي والاصلي، وهو لاعب قائد داخل الملعب يقدر يقود الهجمات. تبديل المدرب هو له فكر ثاني، وبتبديله فريق صار للأحسن بعد. لكن في نقطة أن الدفاع الشرقي لا زال فيها فوات، يعني شفنا لازم هني يكون له إعازة الحين وتوصية بخط الدفاع أنه يكونون مترابطين أكثر
لان النص والهجوم قاعدين يأدون. صحيح. صجنا في كور رايحه على المهاجمين بالذات، استغرب من مستوى فيصل بدهم في كل كوره. نقدر نقول ممكن يكتفي بالتعادل رغم وجود يعني الطرد، يعني ياخذ نقطه احسن ما يخسر المباراه، او ممكن شاهد يتقدم اكثر للامام. انت هنا تتكلم عن الثقافه، الثقافه انه يقول لك انت الحين خسران لاعب ومتعادل، اقتنع بنقطه ولا تخسر الثلاث نقاط. صح. انت كذي كذاك خسرت الفريق اللي وياك بعد نقطتين. لكن في ظلت ان اشوف الفريق الثاني شبه مستسلم لي ومعطيني الفرصه اني اهاجمه، فانا يمكن الفوز وانا ناقص يعطيني دافع للمباراه الجايه، ان اشوف انا شلون فزت بتسعه لاعبين. فانا لو كانوا العشره موجودين داخل الملعب بالاضافه للحارس طبعا، شلون بيصير وضعي؟ فاعتقد ان الشرقي ما مقتنع انه يكون متعادل، بس على انه يوصل الفوز لازم يقرا افكار الكابتن صلاح حبيب. نعم. اللي ذكر انه لازم يدافع من النص صديق ويهاجم هجمات مرتده. نعم. في ذي الحاله لازم يضبط الدفاع اول شيء على اساس انه لاعبينه قادرين في الهجوم يحركون. اذا كان عنده علي عبد الله اللي هو يعني احنا دائما نقول لو الشرقي كاملين. ليش للاسف؟ للاسف لان احنا توقعنا ان الحاله حيؤدي اداء افضل. ما توقعك يعني؟ لا توقع، مو مجرد ما لي علاقه بالشرقي والحواله يعني. بس انا اقصد للاسف توقعنا ان الحاله راح يؤدي مباراه. يعني شفنا انطلاقه، قلنا باليوم بتشوف كره قدم، الشرقي قدم مباراه الشوط الاولي من اروع ما يمكن، انضباط، التزام، لعب جماعي. الحاله ابدا ما في اي شيء. لكن يعني ما نعلم هل بدنيا انا اقدر اكمل المباراه؟ راح يؤدي مباراه يعني في نتيجه اكيد راح نتابع نتيجه الشوط الثاني، ولكن بعد انقضاء ال 45 ثانيه الان ننتقل بالصوره الى معلق المباراه عبد القادر. اليك المعلق عبد القادر سالم عبر قناه البحرين الرياضيه مع الاستوديو التحليلي، الى الزميل عيسى الشريده والكابتن طلال حسن والكابتن صلاح حبيب. مثل ما تابعنا انتهت المباراه بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما. نذكر باهداف المباراه مثل ما تابعنا في الشوط الاول الكسندر وسامي الحسيني، اما في الشوط الثاني فالاهداف جاءت عن طريق كل من جواو وعلي منير. راح نشاهد الاهداف من خلال اللقطات التي ستظهر على الشاشه. اذا مثل ما تابعنا اعزائي المشاهدين انتهت هذه المباراه. كابتن طلال يعني حالتين طرد بالنسبة حق فريق الرفاع الشرقي، ويقدم مستوى يمكن كبير في ظل المعطيات اللي شاهدناها طوال السنين. نعم، اللاعبين أو المدرب، يمكن المدرب قدم نفسه بصورة جيدة من خلال أنه يلعب